الله الرحمن الرحيم اعزائي المتابعين في قناتنا خير بشر، جبنا لكم فيديو جديد الصيد باقوى الجوارح العقاب الذهبي. هنشوف ونتابع مع بعض. شوف بيهجم على الخنزير ازاي ويسبب، شوف قوه العقاب الذهبي، سبحان الله. جناحه طوله جناحيه 2 متر، حاله عملاقه طياره. شوف ويسيطر على الرنه قدامكم، شوف خلاص، شوف سبحان الله ويثبتها. شوف القوه، المخالب بتاعتها دي كفيله انها تكسر جمجمه الرنه. شوف بينزل هنا ويعمل اسقاط جوي، وعلى ايه؟ على معز الشموال، معز الجبل. شوف ايه اللي هيحصل، صارع الماعز. شوف المخالب دي زي الخناجر، يغرزها في جسد الضحيه. شوف ياخدها من فوق الجبل ازاي؟ شوف ينزل، شوف سبحان الله. هينجو؟ اعتقد انه خلاص. هرب في الأخير، شوف نجا منه على آخر لحظة، صراع. شوف مجموعة من الأوز العراقي، شوف الحجم والعقاب الذهبي، شوف السقطة بتاعته الرهيبة، ينقب وينزل، شوف ينقض على إيه؟ على وز عراقي من الحجم الكبير. شوف الاوز البري تحتيها، شوف خلاص هو بيعمل عملية تفطيس للاوز، بيغرقها. ايه اللي هيحصل؟ شوف بتقاوم، لكن هو ضاغط عليها لتحت بيفطسها، بيغرقها في الميه. شوف لما يتاكد خلاص هي ماتت كده، اتاكد انها ماتت. ايه اللي هيحصل؟ شوف بيعوم، شوف سبحان الله بيعوم كانه انسان. بص لاحظ كده بيجدف بدراعاته التنين، شوف سبحان الخالق، سبحان الله. شوف اللحظه دي وهو بيعوم بدراعاته على الشط. شوف سبحان الخالق المصور، سبحان الله. ايه اللي هيحصل؟ شوف ساحب الوزه ازاي في قدم واحده، لاحظ كده، شوف سبحان الله. شوف طلع الفريسه ازاي قدم واحده، سبحان خلاص ميت، جثه هامده. ابتدى عادي ايه ياكل، شوف الانقضاض اهي، شوف الانقضاض بالبطيء. ايه اللي هيحصل؟ شوف عاوزه تقاوم، لكن هو المسيطر. شوف داس على راسها ازاي بقدمه، نزلها في الميه بيغرقها. شوف سبحان الله، شوف بيدوس عليها لغايه ما خلاص يتاكد انها ماتت. شوف النزله الثانيه، شوف وينزل وينقض، شوف الانقضاض دي، شوف لاحظ، شوف قدمه وتروح فين؟ على راسها وبيدوس، سبحان الله. طبعا نقدر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، المشترك اشترك معانا، وهنوعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى 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 بفضل الله تعالى. العوم واخدها عوم، شوف البطه الثانيه هتحاول ايه؟ تنقذ اختها، لكن اول ما شافت ايه؟ ده عقاب، هربت، سبحان الخالق.